هنا النقطة ربما الأهم في الحلقة، هل بناس تتكلم على أن الأجانب مفروض يدفعوا ضرائب، الأجانب يستهلكوا منا في الأشياء المدعومة. طبعا احنا ما عندناش حاجة مدعومة تتكل، احنا المدعوم عندنا الكهرباء والبنزينة. الناس المهاجرين هذوما أو حسب معرفتينا الشخصية، ممكن يكون غلط، بس نعرف أن المصريين يندحشوا في دار صغيرة، والأفارقة نفس الشيء، وعندهم مروحة، يعني استهلاكهم الكهرباء ضعيف جدا جدا، يكاد لا يحسب. ونفس الشيء ما عمريش شفت واحد أجنبي إفريقي مثلا ولا مصري يسوق في سيارة، هذوما كلهم يتنقلوا عن سيارات الليبيين وما إلى ذلك، بمجموعات وما إلى ذلك. فاللي يدفع عليه صحيح ما يدفعوش في ضرائب، لكن يدفعوا في مبلغ مخيف ورهيب لجماعة التهريب البشر. أقل رحلة تكلف 1500 دولار أمريكي، أقل رحلة. الإحصائيات اللي يتكلموا عليها نشوفوا فيها من CNN وغيرها وغيرها، يتكلموا على الناجين بس يوصلوا كحد أقصى 200 ألف شخص. لو كان ضربنا 200 ألف شخص في 1500 دولار وضربناهم في السبعة بعدين بالدينار الليبي، نتكلموا على قريب زوز مليار. هذا 1500 دولار، لو كان قلنا 3000 ولا 3500 معناها شوف قداش بنضاعفوا المبلغ. المبلغ الخرافي هو اللي ممكن يسد دولة، ميزانية الدولة، يمشي لناس نمشي للناس اللي تهرب في المهاجرين هذوما. وهذا علاش شفنا زيادة مخيفة في الناس اللي تهربوا في رقعة جغرافية ما كانتش تمتهن الأمور. هي نبدو من صبراتة، زوارة، طرابلس، تاجورة، القرابولي، ورشفانة، طبرق، المنطقة الوسطى، مصراتة، سرت، هذوما كلهم مناطق تطلع منهم الهجرة غير شرعية، ويدفعوا في فلوس كبيرة المهاجرين، وبعد ما يشدوهم في البحر يرجعوا للكامبوات هما ويدفعوا فلوس ويعاودوا المحاولة مرة أخرى. كل الدول أعتقد أقل الناس اللي ما يحاولوا، السوريين، البنغلاديش، الباكستان، نيجيريا وأفريقيا، مش الصحراء إنما تحتها، هذول كلهم جايين يبوا هجرة غير شرعية. تشاد ونيجر ممكن بس اللي هم عندهم عمل ويبوا يقعدوا في ليبيا. حتى شفت تكلمت أنا للأسف ما بوش يخشوا معاي أو ما قدرتش نقنعهم، في ناس من سوق الجمعة، في ناس من عدة أماكن في طرابلس، هم اللي طالبيننا في خطاب عنصري صحيح، وهذا ما نبوش إنه هو يكبر أبدا، ولكن اللي طالبوا به الناس اللي في الشوارع هو إحصاء الناس هذوما. ما نبوش قالك اللي زوهم اللي حاطة حاجة، لكن ما نبوش نخلوا حد جار لينا يعبي أفارقة ولا يعبي أي جنسية أخرى في عمارته وهو ما عنداش ليهم بطاقة عمل أو ما إلى ذلك، مش مسجلين عند الدولة. وهذا طلب نشوف فيه واقعي جدا جدا، ومطلب مشروع الحقيقة. لكن ما سمعتش من حد إنه هو يبي يلزهم ولا يبي، ولا إحنا أغلب الناس اللي تحدثت معهم معترفين بأن إحنا بحاجة للناس هذوما. لكن في أعمال معينة زي سوق اللتات مسيطرين عليه أتراك، سوق القماشات، سوق الخضرة، سوق القماشات مسيطرين على سوريين. القانون الليبي لا يتيح إلا للليبي ممارسة النشاط التجاري ولا الخدمي ولا غيره،